بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة مدونة الإلكتروميكانيك، ورحب بكم في فيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو سأحاول أن أشارك معكم كتاب رائع جدا، قول رائع وهو رائع جدا، أظن أنه الأول يعني عربيا، لأنه صراحة لم أصادف يوما كتاب يعني كتاب يتكلم عن مغيرات التردد بشكل يعني جيد جدا كما يعني كهذا الكتاب. صراحة كتاب جيد جدا حول مغيرات السرعة ومغيرات التردد بالعربية، أنجزه المهندس أيمن ياسر عبد العزيز. يعني كتاب جديد جدا طبعا، يعني لم أظن في 2019 في شهر 6، يعني طبعة جديدة ورائعة جدا توصل بها يعني اليوم، أرسله لي على الإيميل. فعلا أدهشني هذا الكتاب عندما يعني فحصته، كتاب رائع جدا. الكتاب يتكون يعني يتكلم حول بعض الأنواع الكثيرة حول مغيرات التردد، ومثل هذا الكتاب يعني صراحة نحتاجها على المستوى العربي. يعني الكثير يصادف يعني من بعض المشاكل في يعني طريقة تركيب مغيرات التردد يعني أيضا البرمجة. الكتاب كما تشاهدون هذا هو فهرس الكتاب يعني يبدأ يعني تدريجيا ابتداء من أنواع المحركات كما تشاهدون كما في الفهرس، ابتداء من أنواع المحركات، تركيب محول حتي، يعني ثم يأتي إلى فصل ثاني مكونات مغيرات التردد، تشاهدون مغيرات التردد، تصميم، تحكم، وأيضا الماركات المتواجدة في الأسواق. طبعا الكتاب يعني يضم بعض يعني فقط يعني الماركات اللي هي يعني المشهورة. الفصل الثالث يعني يتكلم عن التحكم القياسي، التحكم القياسي الخطي، تشغيل محركات أقل من السرعة المقننة، أعلى من السرعة المقننة، التحكم القياسي يعني في المعاناة. ثم في الفصل الرابع هذا يتكلم عن التحكم الاتجاهي، الأنواع، المثال، توصيل الكارت الانكودر، قياس بيانات المحرك. الفصل الخامس اختيار وتركيب مغيرات السرعة، وهذا يعني فصل ضروري جدا ورائع، يعني حول اختيار المواصفات وقدرة مغير التردد، اشتراط تركيب مغير التردد كما تشاهدون. الفصل السادس ضبط مغيرات التردد، دليل استخدام يعني مغير السرعة، ضبط مصدر أمر السرعة، نظام التحكم، ثم الفرملة، أنواع التوقف، الجهد المستمر، ديناميكية، الفرامل الميكانيكية، دعم الجهد. ثم في الفصل السابع أمثلة مختلفة عن طرق برمجة نقاط الدخل والخرج، ما يسمى يعني فرنسية ديزونتري لوجيكي أنالوجيك. ثم في الأخير الفصل التاسع يعني هناك الأعطال، وأيضا اختبار جهاز مغير السرعة. كما تشاهدون هذا الفصل الأول الخاص بأنواع المحركات، تشاهدون المحركات الدي سي من الدائم، يعني التوالي، التوازي، المركب، وأيضا الجهة المتردد، حادية الوجه، قفص إنجابي، حلقة الانزلاق. يعني صراحة كتاب يعني أعجبني، ويعني كلمة الشكر قليلة قليلة جدا في حق هذا المهندس. يعني صراحة سيكون يعني تعب جدا تعب جدا حول هذا الكتاب. بصراحة كانت لي فكرة منذ مدة حول إنجاز يعني كتاب حول المغيرات، ليس يعني بهذا الكتاب كمثل هذا الكتاب، يعني الكتاب تقريبا يحتوي على 400 صفحة، لكن يعني جميل جدا أنه طرح هذه الفكرة، وكانت فكرة جميلة جدا وكتاب رائع. كما تشاهدون الكتاب يتطرق ل الكثير من الأشياء خاصة بمغيرات التردد. هنا الفصل الإلكتروني، والفصل يعني مكونات مغيرات التردد،
الاي جي بي تي وان متشاهدون الاي جي بي تي خاصة يعني بالديسيبيوس. يعني صراحة أنا رأيي شخصيا كتاب رائع جدا، ويجب أن يتوفر عليه أي شخص يعني يشتغل على مغيرات التردد، أو أي مبتدئ يريد أن يبتدئ في مجال مغيرات التردد يجب أن يتوفر على هذا الكتاب. سأحاول أن نأخذ يعني نظرة شاملة حول الكتاب. ستجدون رابط التحميل أسفل الفيديو أو في مدونته electrobrahim.com. لمن يريد تحميل الكتاب سأضعه بثلاث روابط، يعني إن واجهت أي مشكلة في تحميل من في أحد الروابط يمكن تجربة رابط آخر، وإذا كان هناك أي مشكلة لا تنسوا أن تركه في تعليق، وسنحاول وسن إن شاء الله نحاول إصلاح المشكل. فيما يخص تركيب يعني المداخل الخاصة بالمغيرات التردد كما تشاهدون بالمفاتيح والكوميتاتور، هنا أيضا كما تشاهدون يعني كتاب رائع جدا، أتمنى أن تستفيدوا منه. إن أعجبكم الكتاب لا تنسوا الضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم أيضا ليش يعني يستفيدوا من هذا الكتاب. وإلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.